تيبان لي بان هذا الاشكال اللي كاين هنا بحال الاشكال دابا تسمع كثر تصلاح دغا كاين الاصوات كاين هذا الشيء المشكل اللي كاين داك الشيء اللي بان لي انا اظن كاين شي عداوه ما بين هاد الناس والجيران الاخرين تيخلقوا واحد النوع ديال سميتو تتكون ديك الممارسه ديال الشعوذه دا واحد الطقوسات اللي هي تتمارس تترجم ترش الدار وتكون داك السيد اللي قام بهذا النوع ديال الشعوذه تيتاخذ الاجراءات ديالو وقت ما بغى يعني تيسخر الجين ديالو في الوقيته اللي بغى اما فاش ديك الحاله فاش يكون كثرت الانسان تيكثروا الناس وداك الشيء ياك ممكنش اي حاجه ترى هذا هو الواقع بالنسبه فاش وقت في ديك البلاصه بان لي بان حسيت بواحد الحاجه يعني شي حاجه غريبه يعني كاين شي حاجه هناك المهم شي هذا هو ما بين الجيران شي حاجه شي تيوقع هذا الشيء اللي كاين المهم شي حاجه غريبه حسيت بها انا سبحان الله يعني شي حاجه كاين هناك السيد اللي كان هناك واقف داك الشيء ان فوا فاش هضرت معاه صوت داك الشيء قال لي ما شتي ليه يعني لا سيدي هكذا هكذا راه ما يمكنش اي واحد يقول لهم حيدوا من هنا من هنا يعني من هناك بارازار تيكون شي حاجه هناك باينه ما يمكنش تكون هاجي شي حاجه تكون في المنطق ديالها في البلاصه الا ولكن واحد النوع ديال عدوانيه ولا شي حاجه راه شي جاربي راه اي بلاصه في المغرب فين ما مشيتي راه شي تيوقع. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.